يعني المكان اللي في الداخل والمكان الذي هو في البر الذي وراء خارج الباب كله سواء كله طاهر كله طاهر. ومعلوم أن الدواب التي كانت تستخدم في الانتقال في البريد هي الخيل والإبل فهي التي تستعمل وكلها مأكولة اللحم وكلها مأكولة اللحم وأبوالها وأرواثها طاهرة. فهذا يدلنا على أن ما يؤكل لحمه أنه طاهر البول وأنه ليس بنجس بدليل كون النبي صلى الله عليه وسلم يحدث العرانيين أرشدهم لأن يشربوا من الأبوال وبدليل وبهذا الأثر عن أبي موسى وهو صلاته في دار البريد وهي مكان فيه آثار الآثار التي تحصل من الدواب من الخيل والإبل التي يأتي عليها الرسل من الخلفاء إلى الأمراء بالرسائل. فإذا المقصود بالدواب التي يعني أبوالها تكون طاهرة هي ما يؤكل لحمه فقط، أما ما لا يؤكل لحمه فإنه يكون نجسا ويغسل إذا أصاب الأرض أو أصاب جسد الإنسان أو أصاب ثوب الإنسان فإنه يغسل لأنه نجس. وحديث العرانيين يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء قوم من عكل أو عرينة نعم أو عرينة فاجتووا المدينة من عكل أو عرينة، جاء في بعض الروايات بالشك وجاء في بعضها بالعطف وقد جاء في بعضها بيان العدد وأنهم أربعة من يعني من قبيلة وثلاثة من قبيلة، فيكون الأرجح بهذا أنهم من هؤلاء ومن هؤلاء أنهم من هؤلاء ومن هؤلاء من القبيلتين. فاجتووا المدينة يعني لم تناسبهم ويعني حصل لهم يعني تأثر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها يشربوا من أبوالها ومن أبوالها، وفي ذلك علاج الألبان فيها غذاء وعلاج والأبوال فيها علاج لهم. فخرجوا ولما يعني شربوا وصحوا وتغيرت أحوالهم وتبدل الضرر إلى يعني عافية وصحة كفروا هذه النعمة فقتلوا الراعي واشتاقوا الإبل. فجاء الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثرهم فأدركوا وأتي بهم، قطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم أو سملت كما جاء في بعض الروايات، ثم ألقوا في الحرة وهي الحجارة السوداء قرب المدينة، وكان هذا قريبا من المكان الذي يعني حصل فيه الفعلة القبيحة منهم، فتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون يعني حتى ماتوا. وكذلك أيضا يعني ترك الدم ينزف منهم حتى ماتوا، لأن المقصود حصول الموت لهم لما حصل منهم من قتل الراعي وكفر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم، حيث أحسن إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإرسالهم إلى الإبل ليشربوا
وليتداووا ويتعالجوا. فلما أنعم الله عليهم بالصحة والعافية كفروا هذه النعمة وقابلوا الإحسان بالإساءة، فعوقبوا على ما حصل منهم لأنهم مثلوا بالراعي فمثل بهم وعوملوا كما عاملوا. وفي هذا بيان جواز قتل الجماعة بالواحد، بيان قتل الجماعة بالواحد إذا كان هذا الذي حصل قصاصا، وأما إذا كان لردتهم كما جاء في بعض الروايات أنهم كفروا بعد إيمانهم وأنهم ارتدوا فيكون لكفرهم ولردتهم ولما حصل منهم من الإساءة وأخذ الأموال وقتل الراعي الذي كان يرعى يعني هذه الإبل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون هؤلاء أذن لهم في أن يشربوا من ألبان إبل الصدقة باعتبار أنهم أبناء سبيل وأنهم محتاجون إلى ذلك، وابن السبيل يحل له استعمال الصدقة، بل هو أحد الثمانية الذين تصرف لهم الصدقة والذين جاء ذكرهم في الكتاب العزيز. تعيد الحديث من الأول يا قوم. عن أنس قال: قدم أناس من عكل أو عرينا فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يناسبهم، لم تناسبهم، لم يناسبهم البقاء فيها، تغيرت أجسامهم وتأثروا، فهو مرض يعني حصل لهم، ثم بعد ذلك خرجوا أو أخرجوا منها للعلاج لأنهم اعتادوا شرب الألبان، ألبان الإبل، فعولجوا بما يناسبهم وبما اعتادوه وأخرجوا إلى إبل الصدقة ليستعملوا الشيء الذي كانوا ألفوه، لأن تغيرت عليهم الأطعمة وتغير عليهم يعني المقام وتغير عليهم الحال فتأثروا وحصل لهم مرض، فأخرجوا إلى إبل الصدقة ليعالجوا بمثل ما كانوا يألفونه من شرب الألبان وسكن البراري. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من، المراد باللقاح هي ذوات اللبن، يعني الإبل التي في أول ولادتها يقال لها لقحة، الجمع لقاح. وأن يشربوا من أبوالها وألبانها محل الشاهد، وأن يشربوا من أبوالها، لأن الترجمة باب أبوال الإبل، دل هذا على طهارة أبوال الإبل وعلى جواز شربها في العلاج وهي طاهرة، ولو كانت نجسة يعني لم تستعمل، ولو كانت نجسة واضطر إليها، لو كان كما قاله بعض العلماء أنهم يعني أخذوا ذلك علاجا مضطرين إليه لأمروا بأن يغسلوا أفواههم، ولكنه ما حصل شيء من ذلك، فهو من الأدلة الدالة على طهارة أبوال الإبل، ومثلها كل ما يؤكل لحمه من الخيل والغنم والدواب المأكولة اللحم. فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطأ أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: سمرت أعينهم يعني فقئت في الحديد، و يعني
سملت، إذا جاء في بعض الروايات سملت لأنها هي فقئت، وجاء في بعضها أنها بحديد محنى. نعم. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. هذا الحديث يتعلق بالجملة الأخيرة من الترجمة، هو يقوله والغنم ومرابضها، لأنه يتعلق بمرابض الغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبنى المسجد مسجده يصلي في مكان فيه مرابض الغنم، فدل هذا على يعني جواز ذلك، وعلى أن أبوالها طاهرة، لأنها لو كانت نجسة ما صلي في أماكن أبوالها. وقال بعض العلماء إنه يحتمل أن يكون ذلك على حائل، هل يقولون بنجاسة أبوال ما يؤكل لحمه، أن يكون ذلك على حائل وأن يكون هناك ساتر. قال بعض العلماء أن الأصل والغالب هو عدم استعمال الحائل، وإن كان قد يستعمل الحائل كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على خمرة، جاء يعني ما يدل على استعمال ما يصلى عليه في بعض المواضع، إلا أن الغالب هو الصلاة على الأرض وعدم اتخاذ الحائل، مع وجود اتخاذ الحائل في بعض الأحيان. ويعني هذا الحديث يدل على طهارة أبوالها، لأن الصلاة في مرابضها يدل على طهارتها. وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وجواز ذلك في مرابض الغنم، وليس ذلك لأن معاطن الإبل نجسة، فإنه لا فرق بين أبوال الإبل والغنم كلها طاهرة، ولكن جاء في بعض الأحاديث يعني بيان الفرق بين الإبل والغنم، وأن الغنم الإبل خلقت من الشياطين، فإذا الإبل خلقت من الشياطين، فإذا يعني الإبل يعني ما فيها من الصلف وما فيها من الشدة، وأنه يخشى منها على من يصلي في معاطنها، وإلا فليس ذلك من أجل نجاسة بولها، فبولها طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى شرب أبوالها وذاك لطهارتها. وكما هو معلوم الإبل فيها الشدة وفيها الغلظة، والغنم يعني بخلاف ذلك، وأهل الإبل فيهم من الشدة والغلظة والقسوة ما لا يكون عند أهل الغنم، ولهذا جاء في بعض الأحاديث يعني أن أهل الغنم يعني عندهم السكينة والوقار والهدوء، وأصحاب الإبل عندهم الشدة، لأن الإبل شديدة ويعني قوية، فيكون في أصحابها من صفاتها، والغنم بخلاف ذلك فيها الهدوء والسكينة. ولهذا جاء في الحديث: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، لأن رعاية الغنم يعني فيها الهدوء والسكينة، فالله عز وجل جعل رسله كذلك وأنبياءه كذلك، يعني يحصل منهم رعي الغنم وفيها الهدوء والسكينة، فيرسلهم الله عز وجل بعد ذلك إلى أممهم فيدعونهم، وفيهم كمال الصفات وكمال الأخلاق. وإذا فالفرق بين معاطن الإبل ومرابض الغنم ليس النجاسة، ليس نجاسة الإبل نجاسة أبوالها، فكلها طاهرة، ولكن هذه فيها شدة وهذه فيها هدوء وسكينة، والإنسان إذا صلى في مرابضها ما يخشى عليه منها،
والذي يصلي في معاطن الإبل يخشى عليه أنها يعني يحصل منها نفور ويحصل منها يعني تسلط عليه فيتضرر من يصلي في معاطنها ويحصل التشويش عليه، بخلاف الغنم فإنه لا يحصل منها تشويش ولا تؤثر على الإنسان كما يحصل من الإبل. ونقف ونجيب على ما يمكن الإجابة على هذه الأسئلة. المقصود يعني بول الإنسان، المقصود هو الإنسان يعني بوله، لأنه هو الذي يعني يكون معه باستمرار ويحصل منه باستمرار. وكذلك أيضا بول يعني البول الذي يكون نجسا، وأما الذي يكون لأنه ما دام يعني أذن لهم بأن يشربوا، أقول أذن لهم أن يشربوا كل على طهارتها، لو كان نجسا لما أمرهم أذن لهم. نعم لكن يدل على طهارة، يعني لو كان طهرنا قال طاهرا ما أذن به، ولو كان نجسا لقال أغسلوا أفواهكم بعد أن تشربوا أغسلوا النجاسة أخرجوها من أفواهكم. ما هو خاصا يشرب الناس الأفواه في كل وقت إذا احتاجوا إليه، إذا احتاج أحد، لأن هذا يدل هذا العمل ليس خاصا بالعرانيين، ولكن يعامل كل جسد بما اعتاده، وهؤلاء يعتادوا البر والإبل ويعني مصاحبة الإبل والشرب من ألبانها، وهذا فيه علاج لا شك، وليس فيه غذاء الأبوال ولكن فيها علاج، ولكنه ما أذن فيه إلا لطهارته. الشيخ هذا الولد مصطفى يسأل يقول من هو مسدد وهل هو صحابي ومتى مات ومن هو مسدد؟ يعني متأخر شيخ البخاري، شيخ البخاري وأبي داود مسدد بن مصرحب، يعني هذا من كبار شيوخ البخاري الذين ماتوا بعد المئتين، يعني بعد المئتين ما أدري في أي سنة، لكن من كبار شيوخه الذين روى عنه الصحيح. كذلك يقول مسدد بن مصرحب قالوا في اسمه يعني فيه أيضا كذلك ابن مخربل ابن مرعبل ابن كذا، يعني فيه غريب يعني نسبه. يقول من هو عبدان أيضا؟ عبدان يا شيخ، عبدان هو عبد الله بن عثمان مروزي. ومتى مات؟ نفس الولد هذا شيوخ البخاري، هو أيضا شيخ من شيوخ البخاري، وشيوخ البخاري كلهم ماتوا بعد المئتين، كلهم ماتوا بعد المئتين، لأنه ولد سنة 194 194، يعني شيوخ يعني 200 يعني سنة 200 عمره 6 سنوات وحافظ، شيوخ ماتوا بعد المئتين. وله سؤال آخر شيخ، يقول إذا جاء رجل من المسلاخ وكان وراء ظهره دم من المسلخ، أي نعم على حسب كتابته، وكان وراء ظهره دم وصلى الفروض الخمسة، هل يعيد الصلاة أم لا؟ إذا كان ما يدري، إذا كان ما يعلم بها وما أعلم بذلك إلا حين بعد لا يعيد، أما إذا كان يعلم وصلى مع علمه فهذا هو الذي يعيد، هذا إذا كان كثيرا، أما إذا كان قليلا لا يعيد. أبوال الإبل وأرواثها وكذلك الغنم إذا أصابت ثوب الإنسان وجسد الإنسان لا يؤثر في طاعته. أول يصلي في الإنسان لا بس الإبل لا يجوز، يعني جاء النهي عنه، يعني الغنم جاء الجواز، لكن ليس النهي عن الإبل المجاز يعني يطاف، لكن لأنه جاء النهي عن صلاة الناس وذاك لشدتها وذكرها يعني مستحسن ما يخشى منها.
جاءها يعني بعض النجس فسرها بعضهم بأن النجس وبعضهم يعني ما فسرها النجس وإنما قال هو رد لكونه طعاما لكونه رجيعا يعني أمور كسو يعني ردوا فيها يعني رد لكونه طعاما لكونه رجيعا فلا يكون نجسا. وبالنسبة لما يوكل لحمه يعني ليس نجس والذي يوكل الذي يوكل لحمه ليس نجس والذي يوكل لحمه هو نجس الحمير الذي لا يؤكل الحمير والكلاب وغيرها قالوا هنا جسم وأرواده هنا جسم الشيخ بالنسبة للخير مأكولة اللحم الخير مأكولة اللحم الكامشي في حديث عبدان الشرف الذي في عبدان أن الترجمة التي اسمها التي إيش ترجمة لها البخاري يغريق الماء على البول. أنا قلت يعني كان هذا الترجمة مناسب لحديث عبدان أو لسند عبدان، ولكن عبدان أورد السند بدون حديث يعني بدون هو الذي يبدو أن هذه ترجمة زائدة أو متأخرة عن مكانه، يعني ليس محلها هنا لا يصلح، بل إما أن يحدث كما حدث في بعض النسخ أو يكون محله قبل سند عبدان، لأن سند عبدان وسند خالد واحد المتن واحد، فمكانه ليس بمناسب كان ذلك، وإما زائد أو أنه متأخر عن مكانه وكونه زائد هو الأقرب، لأن الإهراق في الصف يصب يعني ليس بينه وبين الترجمة السابقة فرق، لأنه لا فرق بينه وبين الترجمة السابقة. فكان هذا يبدو أولى يعني النسخة اللي شرح عليها حول الحجر في قارية موجود من ذلك ترجمة موجود الباري موجود الموجود ليس في النسخة اللي شرح عليها الحجر من الحجر شرح على النسخة ليست الموجودة ولهذا تجد قوله ولا تجد كلام فإذا نظر قوله تجد كلام ما هو موجود، فهذه نسخة أدخلت لأن الحافظ بن حجر لما شرح صحيح البخاري ما كتب المتن وكتب الشرح تحته، لأنه قال في المقدمة إنه ما يعني أتى بالمتن، لأنه لو كتب المتن مع الشرح مع المتن لطال حجم الكتاب، فهو أراد أنه يعني المتن على حدة والشرح على حدة، فكان يشرح ويقول قوله ويشير نسخة برا ما هي نسخة يعني نسخة موجودة في أعلى. ثم لما جاء الطبع يعني جاء طبع الكتب أو استنساخ الكتب يعني صاروا يدخلون يعني نسخة مع الشرح، فدخلوا نسخة ليست هي المشروعة يعني دخل نسخة ليست هي المشروعة، ولهذا عندما قرأ قوله كذا ما تجد الكلام مطابق للي يقول نعم هي ليس بالنسخة اللي شرع عليها ولا شك موجود الآن في الكلام في وفح داري، لكن ليست هي المشروع عليها جزاك الله. لكن عبدان يعني أورد السند ولم يورد متنا، يا أخي المتن اللي وراه هو متن، أنا قلت لك أن هذا الباب في غير محله أيوة. إما زائد وما في غير محله في تحويل يعني في تحويل نعم الراعي بالله إن كحلوها فعلوا هذا يعني الناس
الا المكن بمنى هذا يقول لك عن ان هذا الباب يرجع لا يعني يسقط او يعني الشيخ ما قوله في هذه الترجمة وما يصيب وغسل ما يصيب من المرأة يقصد الرجل هو الذي يعني الذي يصير على ثوب الإنسان أي نعم قد يكون منه وقد يكون من المرأة أي نعم قد يكون منهما جميعا يعني هذا هو المقصود ما يصيب منه لأن هذا الذي يحصل بثوبه يعني هو جاء يعني نتيجة الجماع أي نعم يعني قد يكون يعني من المرأة من الرجل رطوبة الرجل المرأة كل هذا حاصل الشيخ في خروج بعد الترويش الشيخ بعد الخلاص من الجماع بعد ما ينتهي الإنسان من الجماع ويتروش قصر الجنابة بعد كده بعد فترة يخرج منه شيء الشيخ يعني هذا طاهر من نجس برضه هو المني هو معلوم الإنسان إذا أراد أن يعني ينتظر حتى يعني ينتهي خروج ما يخرج منه ويعني يناسب أيضا أن يتروج أيوة. حتى يعني يخرج يعني مثلا منه لما كان موجودا أنا هو الذي ينبغي للإنسان أيوة. لكن وانا اكتسل الله اعلم شيء بعد ذلك هل يريد ما يعطوني جواب الشيخ بالنسبة للميكروفون وضع الميكروفون اقول بالنسبة لوضع الميكروفون الشيخ حسن الصايغ مع الشيخ اتصل بالكامل وقال له يعني اذا كان الشيخ يرغب بذلك يستخدمون الاسم عبد الله ثم يعني إذا تأخر الشيخ مكان الجزائري أو برا يمكن يكون أحسن يعني يسر لعله يقصدون ذلك مكان الجزائري مكان الجزائري أول اللي خلفه في آخر الحرب لورا في خلف وين يصدرون يعني الله بسبحانه وتعالى والله الشيخ حسن إذا أعطيتم لنا ورقة قدمها ولا أنتم قدموها يعني أحد واحد من الطلاب طلاب هذا لكي يحصلون على المدرسة مكان الخلق أو برا المدرسة أو أكون هنا ما أدري أنا في الحال لو كنت الشيخ حسن يقول لهذا
والله يا شيخ بعض الأوقات تحيب نفسك وضوحها يا شيخ. بعض الأوقات الظروف تصير علينا إن ما نجي بدري فنضطر إنها يترك الدرس يا شيخ وكنت ما نسمع الصوت. مرة بني كده والله يا شيخ. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الدم. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب غسل الدم. ثم أورد تحت هذه الترجمة حديث أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: جاءت امرأة من أولى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن إحدانا تحيض بالثوب كيف تصنع؟ كيف تصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تقرصه، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه. وفي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الدم وبيان كيفيته إذا حصل في ثوب المرأة بسبب الحيض، فإنها تحته، بمعنى أنها تزيل عينه يعني التي موجودة على الثوب، وذلك يعني حكه بشيء يعني يزيل العين الموجودة على الثوب، ثم تقرصه بالماء يعني تصب عليه شيء من الماء وتقرصه بأصابعها يعني تفركه فركا حتى يصل الماء إلى أجزاء ذلك الموضع الذي فيه الدم، ثم تنضحه وتصلي فيه. يعني معناه أنها تضع الماء عليه أولا وتقرصه بأصابعها، أي تحرك أصابعها بالثوب الذي غل أو أصابه الماء أو الموضع الذي أصابه الماء، يعني في المكان الذي فيه الدم وضع عليه الماء ثم قرص بالأصابع، بمعنى أنه حركت الأصابع ودلك يعني ذلك المكان الذي فيه الماء الذي فيه البول حتى يصل إلى الماء إلى أجزاء الثوب التي أصابها الدم، ثم تنضحه يعني بعد ذلك وتصلي فيه. وهذا هو تطهيره إذا حصل الدم في ثوبها نتيجة للحيض. في الحديث أن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة، وقد جاء في بعض الروايات أن أسماء هي التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا على سبيل الإبهام، يعني أبهمت نفسها، ما قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما في هذه الرواية أنها أبهمت المرأة وقالت جاءت امرأة، وتعني بذلك نفسها،
فيحصل السؤال أحيانا عن طريق التصريح، تصريح السائل بنفسه حيث يقول سألت، وأحيانا يأتي به على سبيل الإبهام ولا يضيف ذلك إلى نفسه حيث يقول سألت، وإنما يقول قال رجل أو قالت امرأة، وتعني بالمرأة نفسها، يعني هي المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته هذا السؤال. فيحصل أحيانا أو كثيرا تصريح السائل بنفسه حيث يقول سألت، وأحيانا يأتي به على سبيل الإبهام وهو السائل. وهذا الذي في هذا الحديث هو من هذا القبيل، لأنها هي السائلة وقد أبهمت نفسها حيث قالت جاءت امرأة فقالت إن إحدانا يكون كذا وكذا. وقال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وهذا الحديث أيضا يتعلق بالدم وغسل الدم، والحديث الأول يتعلق بدم الحيض إذا أصاب الثوب كيف تصنع المرأة فيه، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية التي تفعلها، وهي كونها تحده لتذهب عينه ثم تقرصه بالماء بأصابعها ثم تنضحه وتصلي فيه، وبذلك طهر هذا الثوب الذي أصابته النجاسة. أما هذا الحديث هو يتعلق بدم الاستحاضة، وأن المرأة المستحاضة يعني هي غير الحائض، الاستحاضة خروج الدم من فرج المرأة باستمرار أو في غير وقت عادتها، هذا يسمى استحاضة. ولهذا لما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فقالت يا رسول الله إني استحاضة فلا أطهر أفأدع الصلاة، لأنها تعرف أن الحكم في حال الحيض هو ترك الصلاة، تدع المرأة الحائض الصلاة لا تصلي، لا يجوز لها أن تصلي، وإذا صلت لا تصح لها صلاة، لأنها فعلت أمرا لا يجوز لها فعله. ولهذا هي يعني ظنت أن هذا الحكم هو حكم الحيض، فقالت أفأدع الصلاة، يعني مدة جريان الدم، فقال لا، يعني لا تدع الصلاة، إنما ذلك عرق، يعني هذا الذي يحصل للمستحاضة ليس دم حيض وإنما هو دم عرق، يعني يحصل لبعض النساء فيخرج الدم، فإذا أقبلت حيضتك يعني فدع الصلاة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، يعني معنى هذا أن العادة التي تحصل للمرأة قد تكون المرأة مستحاضة وقد تكون غير مستحاضة، فغير مستحاضة أمرها واضح، إذا جاءها الحيض تركت الصلاة، وإذا ذهب عنها اغتسلت وصلت. لكن من كان الحيض يتصل به الاستحاضة فيخرج من المرأة دم حيض في وقت عادتها ويخرج منها دم في وقت العادة وفي غير وقت العادة، يعني يستمر معها، فقال إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، يعني معناه المستحاضة يعني يعني تعرف الوقت الذي يجيء فيه حيضها، إما بمعرفة الأيام أو بمعرفة لون الدم الذي يحصل في وقت عادتها، فإذا جاء وقت إقبال الحيضة وهو بدؤها
تترك الصلاة لأنها حائر، فإذا خرج انتهى أو أدبرت يعني وقت الحيضة فإنها تغتسل وتصلي، يعني تغتسل من الحيض، يعني تغسل الدم عنها وتغتسل كما جاء في بعض الروايات وتصلي، لأن الاغتسال من دم الحيض هذا لا بد منه، فهي يعني تغسل الدم بمناسبة انتهاء مدتها وتغتسل وتصلي، يعني تصلي وهو مستحاضة، لأن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصوم ولا يمنع اتيان الزوج لها، وأن الذي يمنع هو الحيض فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أنها تتحرى أو تعرف وقت إقبال حيضتها وإدبارها فتترك الصلاة وقت الحيض، وإذا انتهى وقته يعني غسلت الدم عنها واغتسلت وصلت وهي مستحاضة. والاستحاضة هي مثل سلس البول، يعني لا يمنع كون الإنسان يصلي ولو كان البول يخرج منه، كون البول يخرج منه بصفة مستمرة الذي يسمى سلس البول، يعني مستحاضة مثل من كان كذلك، وكذلك من تخرج منه الريح باستمرار، يعني حكم هؤلاء أنهم يعني يصلون الصلوات ولا يتركونها مع وجود الحدث معهم، لأن هذا شيء مستمر وشيء يدوم، والذي يترك الصلاة فيه بالنسبة للمرأة هو الحيض فقط، فإذا خرج انتهت مدة الحيض وأدبرت الحيضة اغتسلت وصلت، يعني تطهرت واغتسلت اغتسال الحيض وصلت. قال فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، هل الشاهد من هذا قولي فاغسلي عنك الدم وصلي، لأن هذا هو غسل الدم، يعني تزيل يعني الآثار التي حصلت لها بسبب الحيض وتغتسل غسل الحيض وتصلي ولو كان الدم يخرج منها له دم الاستحاضة. قال وقال أبي، يقول هشام بن عروة، قال أبي عروة بن الزبير ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. والمراد بهذا أن المرأة المستحاضة إذا ذهب عنها حيضها وغسلت الدم وصلت تتوضأ لكل صلاة، يعني إذا توضأت لا تصلي عدة صلوات بوضوء واحد، لأن الحيض موجود، الدم موجود معها بصفة مستمرة، فهي عندما يأتي الوقت تصلي، فإذا جاء الوقت الآخر الذي بعده وجاء وقت الصلاة فإنها تتوضأ وتصلي، ولا تستمر على وضوئها الذي حصل عند الصلاة التي من قبل، لأن الحدث موجود معها، الحدث موجود معها ولم ينقطع الحدث، فالذي عنده الحدث الدائم كسلس البول وكالاستحاضة يعني يتعين عليه الوضوء لكل صلاة، ولا يصلي الفرضين أو الصلاتين يعني في كل صلاة في وقتها يعني بوضوء واحد، وإنما يتوضأ لكل صلاة، المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، والذي به سلس البول يتوضأ لكل صلاة. ثم قوله وتوضئي لكل صلاة، يعني بعض العلماء قال إن هذا من كلام عروة،
الحافظ بن حجر يقول إن هذا ليس بصحيح، لأن هذا الكلام أولا هو متصل بالإسناد الأول وليس معلقا، وإنما هو بنفس الإسناد. ثم قوله توضئي هذا يدل على أنه ليس من كلام عروة، لأنه لو كان كلام عروة لقال ثم تتوضأ لكل صلاة، لكن هذه مخاطبة مثل اغسلي وصلي وتوضئي، يعني معناه كله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كله كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن من به الحدث الدائم يتوضأ لكل صلاة، ولا يكفيه الوضوء الواحد عندما يصلي الظهر، ولا يحصل من نقض الوضوء ببول أو غائط أو بشيء ينقض، وإنما يعني هذا الدم الموجود هو نفسه ناقض للوضوء، ولكن يعني يغتفر فيه يعني الوقت، بحيث الإنسان يتوضأ أو المرأة تتوضأ والدم فيها وتصلي والدم موجود بها، كذلك من به سلس البول يتوضأ ويصلي والدم والبول موجود معه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم. ففيه دليل على أن المرأة المستحاضة وكذلك من شابهها يتوضؤون لكل صلاة، ولا يصلون الصلاتين بوضوء واحد. نعم إذا كانت مجموعة يمكن بالنسبة للجمع، لأن الوقت واحد، إذا يعني حصل جمع بين الصلاتين أو الصلاتين مجموعتان فالوضوء يكفي، ما يلزم أن بعد ما يتوضأ يصلي الصلاة الأولى يذهب يتوضأ، لأن الوقت يعني صار واحدا والصلاتين صارت طريقتهما واحدة. لكن كل صلاة تصلى في وقتها لا بد من الوضوء. قال: باب الغسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة حاء. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. باب هنا هذه الترجمة تتعلق بغسل المني إذا أصاب الثوب، والبخاري باب غسل المني وفركه باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة وغسل ما يصيب من المرأة، يعني هذا يتعلق بما يصيب ثوب الإنسان من المني أو من ما يحصل من المرأة ومن فرج المرأة، كيف يكون حكمه. عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث تبين أنها كانت تغسل أثر الجنابة، يعني والمقصود به المني، تغسل الجنابة يعني أثرها وهو المني الذي يحصل نتيجة لحصول الجنابة، فكانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج وأثر البقع فيه من أثر الغسل. وفي بعض الأحاديث في بعض الروايات أنها كانت تفركه، يعني كانت تفركه وتحته، وهذا يدل على طهارته، على طهارة المني، وأنه ليس بنجس. وذلك وغسله ليس لنجاسته،
وإنما لإزالة الأشياء المستقدرة التي تكون على الثياب مثل ما يكون بالبصاق والمخاط، فإنه يغسل لا لكونه نجس إذا أصاب الثوب، وإنما لكونه شيء يستقدر يعني منظره ويعني رؤيته يعني ليست مستساغة، فهو يغسل ويتنظف منه لا لنجاسته وإنما للتنزه والتنظف مما يستقدر. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تحته يابسا وكانت تغسله يعني في الماء ثم يذهب من يفهم للصلاة، وأثر الغسل على ثيابه صلى الله عليه وسلم يعني بقع يعني أماكن التي أصابها الغسل يعني يظهر رطوبتها وأثر الماء عليها بسبب غسل ذلك المكان، فهو يدل على غسله وعلى فركه يعني فركه لتذهب يعني الأشياء الظاهرة منه، وغسله حتى يذهب يعني هذا الأثر الذي يستقدر النظر إليه. وقوله ما يصيب من المرأة لأن الذي يحصل للثوب قد يكون يعني من يعني يكون منيا من الإنسان وقد يكون من المرأة، ومما حصل من رطوبة فرجها فإن ذلك يحصل، وهذا هو الذي يصيب من المرأة لأن الجماع يحصل به ذلك. ومن أجل هذا أضاف البخاري رحمه الله قوله ما يصيب من المرأة، يعني وما يصيب ثوب الرجل يعني من المرأة لأنه يكون منه ومنها، يعني هذا الذي يصيب يكون منه ومنها، فحكمه أن يغسل ويتنظف منه ويحك يابسه ويغسل رطبه وهو طاهر. وبعض العلماء قال بنجاسته ولكن الأرجح القول بطهارته. وفي حديث وفي بعض الطرق سليمان بن يسار وهو أحد التابعين روى عن عائشة بالعنعنة وروى عنها بالسماع وبالسؤال لها حيث قال سألتها. وقد قال بعض العلماء إن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة، ومثل هذا الذي حصل في هذا الموطن في صحيح البخاري كونه جاء عند البخاري في بعض الطرق أنه قال سمعت عائشة تقول وفي بعضها سألت عائشة، هذا يدل على صحة سماعه منها على صحة السماع، وأن القول بأنه لم يسمع قول ليس بصحيح لأنه قد ثبت في الصحيح في هذا الحديث كونه قال سمعت عائشة تقول، وقوله كونه يقول سألت عائشة عن كذا، وهذا دليل واضح على السماع وعلى حصول السماع منها، فهو يرد أو يرد به على من قال بأن سليمان لم يسمع من عائشة. قال باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. وقال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. وهذا الحديث نفسه يعني أتى به لكن ليستدل به على يعني بقية الأثر وأنه لا يؤثر يعني غسل الجنابة أو أثر الجنابة وغيرها إذا غسل وبقي أثره فإن ذلك لا يؤثر، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت بأنها غسلت
يعني ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء يعني الذي هو أثر الغسل. فهذا يدل على أن بقاء الأثر لا يؤثر كما جاء في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقوله وغيرها يعني الجنابة وغيرها يعني ليدل على أن غيرها يقاس عليها وأن الشيء الذي يغسل إذا بقي أثره أن ذلك لا يؤثر ما دام حصل الغسل وأثر الغسل موجود لا يؤثر ذلك. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. وهذا مثل الذي قبله يعني يدل على أن قوله ثم أراه فيه بقعة أو بقعة يعني إما أن يكون شكا وإما أن يكون يعني الإشارة إلى يعني الواقع ويعني أنها تراه بقعة أو بقع يعني فإما شك من الراوي وإما إخبار عن حصول يعني هذا وهذا يعني بقعة أو بقعة. قال باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابطها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاق النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطأ أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وهذا الباب وهو يعني باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها يعني عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان طهارة الأبوال أبوال ما يؤكل لحمه وذلك أنه ذكر حديث العرانيين وفيه شرب الأبوال ولو كان ذلك نجسا لم يأمرهم بشربها وكذلك لم يأمرهم بغسل أفواههم يعني مما يحصل نتيجة للشرب. قوله باب أبوال الإبل أبوال الإبل يدل عليها هذا الحديث وحديث العرانيين وكذلك ما دونها وغيرها مما هو مأكول اللحم حكمها بالقياس. وأورد بالنسبة للغنم ذكر المرابض والصلاة في مرابض الغنم ومرابضها فيها بولها يعني فهو يدل على طهارته على طهارة البول أبوال الغنم. وكذلك مثل ذلك ما يؤكل لحمه فإنه يكون طاهر البول يكون بوله طاهرا فلا يحتاج إلى غسله لأنه ليس بنجس بل هو طاهر. وأما قوله الدواب فهو لفظ عام
ومن العلماء من يقول بطهارة الأبوال مطلقة، ولكن صحيح أن الحيوانات التي يؤكل لحمها هي التي يكون بولها طاهرة، وأما التي لا يؤكل لحمها فأبوالها نجسة كالحمير وغيرها، فإن أبوالها تكون نجسة. وأورد الإمام البخاري رحمه الله الأثر عن أبي موسى الأشعري وأنه صلى بدار البريد واسترقين والبرية يعني بجانبه، وقال ها هنا وثم سواء. المقصود بدار البريد دار بالكوفة أعدت لسكن الرسل الذين يرسلون من الخلفاء إلى الأمراء بالرسائل والكتب، فإنهم يسكنون في هذه الدار، وهذه الدار تكون فيها دوابهم التي يأتون عليها، ودوابهم يكون فيها يكون منها الروث والبول. وصلى أبو موسى في هذه الدار وهي مكان صاحب البريد أو الذي يأتي بالبريد، ومكان الدواب التي يأتي عليها الرسل الذين يأتون بالبريد. فلما صلى واسترقينا منه الزبل وهو يعني